يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة مهمة، عندنا العديد والعديد من الأخبار والتفاصيل المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء الصعيد العالمي، الصعيد المحلي، وقبل كل ده كل ما يخص ويتعلق بآخر جديد لنادينا الحبيب النادي الأهلي، وكل التطورات والتفاصيل اللي حضراتكم بتبقوا حابين دايما تعرفوها عن النادي الأهلي، كل ده هيكون معانا على مدار حلقة النهاردة. مهم كمان قوي ان حضراتكم تتواصلوا معانا كما هو المعتاد من خلال سؤال حلقة اليوم على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. وسؤال الحلقة: ايه هو رأيكم في أداء الأهلي في مباراة إنبي بالأمس اللي تفوق فيها النادي الأهلي بنتيجة 2-0؟ هناخد تفاعل حضراتكم معانا في الجزء الأخير من الحلقة بإذن الله تعالى. مباراة امبارح طبعا كانت مباراة مهمة جدا، الأهلي فاز فيها بنتيجة 2-0 وعاد للانتصارات بعد ما تعادل في المباراة اللي قبلها أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-1، فبالتالي تفاصيل كتير جدا هنتطرق ليها على مدار فقرات الحلقة المختلفة، لكن دايما مهم نبتدي بأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق راح اليوم وسأنف تدريباته غدا. الترند المحلي: البدري يضم 5 محترفين استعدادا لتصفيات كأس العالم. أما في الترند العالمي: صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول. طيب، أهم المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، نقول لحضراتكم بالتحديد نبتدي بدورينا الدوري المصري، والنهاردة في مباراة وحيدة في الدوري ما بين الإنتاج الحربي ومصر المقصة، دي مباراة هتبتدي كمان ساعتين يعني الساعة 7 بالظبط مساء. اما بخصوص الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي ده يا جماعه اقسم بالله حاجه يعني جامده جدا جدا، غايه في الاثاره والمتعه ويعني كل حاجه في الدنيا، خصوصا كمان لما ايه؟ لما الجمهور رجع، فالماتشات كلها الناس بتترقبها وما تبقاش عارف نتيجتها بسبب قوه المنافسه وقوه كل الفرق وجماهيريتهم في الدوري الانجليزي. فالنهارده في ماتشين، ماتش اتلعب وخلص من دقايق اللي هو نيوكاسل مع ويستام يونايتد، ويستام كسب بره ملعبه 4-2 نتيجه كبيره بعد ما كان متاخر 1-0 ثم تاخر 2-1 ثم فاز 4-2. ويستام للموسم الثاني على التوالي واضح ان هو ممكن يعمل اداء ونتائج جيده. اما مباراه اليوم ايضا الساعه 5:30 قمه هذه الجوله بين توتنهام ومانشستر سيتي في ملعب توتنهام، مباراه قويه جدا جدا في اخر مباريات الجوله الاولى من البريمير ليج، واحنا طبعا عندنا امبارح نجمنا المصري توهج وتالق امبارح، محمد صلاح احرز هدف وعمل 2 اسيست ما شاء الله عليه. طيب، ده بخصوص الدوري الانجليزي، تعال نروح للدوري الاسباني. الدوري الاسباني النهارده في 3 مباريات: سيلتا فيجو مع اتلتيكو مدريد 5:30، برشلونه مع ريال سويسيداد 8 بالليل في اول ظهور بدون ليونيل ميسي، إشبيلية مع رايو فاليكانو الساعة 10:15 مساء. أما بخصوص الدوري الألماني، فماينز ابتدى مباراته مع لايبزيج الساعة 3:30 وتقدم ماينز 1-0، كولن مع هيرتا برلين الساعة 5:30 المباراة هتبتدي بإذن الله تعالى. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات العالمية. طبعا عايزين يا جماعه كده نبقى نهتم بالدوري الفرنسي، لان ميسي هناك ومبابي وراموس وكل الناس الجامده قوي بتلعب في باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان لعبت امبارح من غير ميسي ومن غير نيمار ومن غير راموس، نيمار وميسي مش جاهزين، راموس مصاب، لكن كسبوا ستراسبورج بنتيجه 4-2، نتيجه ايجابيه كبير في تاني مبارياتهم في بطوله الدوري الفرنسي اللي هم بيحاولوا من خلاله ان هم يرجعوا السنه دي يفوزوا بهذا اللقب بعد ما فاز ليل بالموسم الماضي وبطولة الدوري الفرنسي. طيب، خلينا في الأهم، هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نتكلم كده في بعض الحاجات الصغيرة المهمة اللي لازم نقف عندها، ونتكلم كمان في ما تبقى من مباريات في بطولة الدوري. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي بماتش امبارح، مباراه الاهلي وانبي.
مباراة كانت مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي بعد ما تعادلت الماتش اللي قبليه قدام الإسماعيلي، فكان مهم إنك ترجع للانتصارات. كسبت إنبي بأداء ونتيجة، بصراحة الأهلي كان كويس جدا امبارح، ضيعنا كمان كور كتير كان ممكن النتيجة تبقى أكبر من كده، ويعني أغلبية اللاعبين كانوا في فورمتهم وده اللي احنا دايما محتاجينه، فبالتالي كان انتصار بالنسبة لك غاية في الأهمية وفي إطار طبعا المنافسة على بطولة الدوري القائمة حتى هذه اللحظة وهتستمر لحد كمان آخر مباراة، ده أمر واضح ومعروف بالنسبة للجميع، فبالتالي انتصار كان مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني احنا منتظرين هدية واحنا في النادي الأهلي مش متعودين على الموضوع ده خالص، يعني بصراحة ما تعودناش على كده ان الأهلي ينتظر هدايا من المنافسين اللي هيلعبوا المنافس بتاعك على بطولة الدوري، فهتبقى عايزهم ايه؟ عايز حد يعطل الزمالك. وضع غريب شوية على الأهلي وغريب شوية على الأهلوية، لكن هو ده أمر واقع دلوقتي، واحنا بصراحة اللي حطينا نفسنا في الموقف ده. احنا بصراحة اللي في بعض المباريات كان في ايدينا ان احنا نحسمها ونخلصها، لكن للأسف ما خلصناهاش لأسباب مختلفة، سواء ممكن يكون تقصير نوعا ما من اللاعبين المعذورين بسبب ضغط المباريات وتواليها وضغط البطولات والتشتت الذهني وانت بتلعب في اكتر من بطوله، هي ضريبه تواجدك في النادي الاهلي ان انت دايما بيبقى عليك ضغوط، وظروف اخرى تتعلق بالجانب التحكيمي، تتعلق بالاصابات، بكل هذه الامور اللي احنا عارفينها. فانت حطيت نفسك في موقف انك مستني هديه من اي فريق هيقابل الزمالك الفتره الجايه في الاربع مباريات المتبقيه في بطوله الدوري. نتمنى باذن الله ان الهديه دي تجي لنا، بس لحد ما الهديه دي تيجي للنادي الاهلي باذن الله، انت مهم بالنسبه لك انك تعمل ايه؟ انك ما تستناش حاجه، او انك ما تركز الهديه جت ولا ما جاتش، انت تركز بس في انك تكسب. انبي كسبت، كمل بقى الاربع ماتشات اللي جايه باذن الله تعالى انتصارات رغم صعوبتها جدا، ماتشات كلها صعبه، عندك الماتش الجاي طلائع الجيش ماتشاته بتبقى يعني مش سهله اطلاقا اطلاقا، يعني مفيش مباراه في الدوري صعبه سهله في الحقيقه، لكن طلائع الجيش من الانديه اللي دايما مباراتهم مع النادي الاهلي بتبقى فيها نديه كبيره، بعد كده هتروح تلعب المصري، وبعد كده هتروح تلعب الجونه وتختم باسوان، فكل الماتشات قويه، ركز في انك ازاي تقدر تخرج بكل النقاط القادمه بالنسبه لك في مختلف المباريات، ده امر مهم جدا، وننتظر بقى احنا اي هديه تجي لنا بحيث ان شاء الله باذن الله تعالى نحسم بطوله الدوري الممتاز اللي احنا طبعا فايزين بيه في السنه اللي فاتت وفي مناسبات كتير جدا جدا في الحقيقه. فده بخصوص الامس وبخصوص موقف النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون الامور كلها خير. لكن في كل الاحوال فيما إن بما اننا بنتكلم في اطار المنافسه، ارجع لي بقى يا عادل كده معلش دقيقه واحده، بما اننا بنتكلم في اطار المنافسة وبما اننا بنتكلم في ان لازم يكون في تنافس شريف، وده امر بيبقى مهم جدا جدا يعني عشان يبقى في عدالة نوعا ما، وعشان يبقى كل فريق عنده الفرص اللي من خلال اجتهاده وشغله وعمله يقدر يفوز من خلالها في بطولة الدوري. لكن للأسف اكيد احنا بنشوف الدوري بصراحة السنة دي غريب وعجيب، يعني بنشوف ماتشات غريبة وماتشات بنبقى عارفين نتائجها قبل ما تتلعب، وبنشوف كمان مشاكل بتتعلق بالجانب التحكيمي، وبنشوف كمان جمهورين بيبقوا مبسوطين جدا لما مباراة تخلص بانتصار فريق عن التاني عشان هم اولاد عم، وبنشوف كمان حاجات تعتبر عجيبة شوية، وبتشوف كمان فريق ازاي بيلعب قدامك بيبقى حاجة وقدام اي فريق تاني بيبقى حاجة تانية خالص، بيحصل يعني، وانا مقدر كده جدا جدا. ليه؟ لسبب بسيط جدا، اي فريق في مصر واي لعيب داخل الدوري المصري بالنسبه له مباريات النادي الاهلي دي هي المباريات اللي يقدر من خلالها يثبت قد ايه هو لعيب كبير، قد ايه هو لعيب مميز، فبيطلع كل الطاقه اللي عنده، وبيبقى عارف ان جمهوره منتظر ان ماتشات الاهلي دي لازم تطلع لي بنتيجه ايجابيه، لازم احس ان انت عملت حاجه في الماتش، بخلاف بعض المباريات الاخرى، بخلاف بعض المباريات الاخرى يعني.
لكن انا بشوف دايما ان الرياضه المفروض تبقى تنافس شريف. الاهلي بيتنافس هذا التنافس الشريف رغم انه مش بيلاقي اي عداله تحكيميه، وبيلاقي ظلم واضح جدا جدا جدا. فانا هخرج من نقطه اروح لنقطه تانيه، لان الشيء بالشيء يذكر، وهي نقطه ايه؟ نقطه الاخطاء التحكيميه المتكرره بشكل ملحوظ في مباريات النادي الاهلي، بشكل ملحوظ وملموس وكل حاجه في مباريات النادي الاهلي. انا في مره باذن الله تعالى كده هجيب لكم ايه تقريبا لحد دلوقتي 11 ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب لصالح النادي الاهلي. 11 ضربه جزاء، 11 بدون مبالغه، هعرضه لكم بس مش وقته، احنا لسه في منافسه ولسه الدوري ما خلص فهنتظر يعني. هتقولي طب ما هو في فار ما بيحسبهاش ليه؟ هقول لك والله ما اعرفش، انا بصراحه مش عارف. فيا ريت حتى كده تجيبوا لنا اللقطه بتاعت امبارح، ضربه الجزاء اللي لينا والله بالنسبه للنادي الاهلي في الشوط الاول مباراه انبي. ضربه جزاء واضحه وضوح يعني مش قادر اقول لك. بص كده معايا، ادي علي معلول شاط الكوره. الكوره بقى ايه؟ لا ده انت خليك معايا بقى كده وبالراحه قوي، خليك معايا وبالراحه قوي. الكوره اهو علي معلول لعبها عرضيه، في العرضيه قويه شويه، جت في ايد الراجل مدافع انبي، الكوره نزلت تحتيه يعني، يعني مثلا ايه، مش بس ما غيرش اتجاهها، لا ده وقفها خالص، وقف الكره بايده. هتقول لي عند مش عند ايده، مش جنب جسمه، ايده مش لازقه في جسمه، في تكبير واضح جدا في الجسم، ايده بعيد عن جسمه. يا جماعه قولوا لنا، الله يبارك لكم، قولوا لنا دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ ولا احنا عندنا مفاهيم مختلفه للكوره؟ ما هو احنا عندنا مفاهيم تانية مختلفه وغلط، يا اما انتوا، ما هو مفيش تالت للموضوع. هي دي ضربه جزاء ولا لا؟ ما هو انت هتقول لي يا عم انتوا كسبتوا بقى خلاص. لا مش هقف، انا كسبنا عادي، ما بنكسب، ما بنكسب، لكن الاخطاء اللي زي دي اخطاء فجه، اخطاء فجه. محمود عاشور الحكم كامل الاحترام والتقدير ليه، هو كان حكم الفار في الماتش اللي فات بتاع الاسماعيلي اللي ما حسبش ضربه جزاء، لا جاي تمام، ما حسبش كمان ضربه الجزاء دي. فاحنا بنتكلم يا جماعه على التنافس الشريف. سيبك من حته ايه، ان ممكن فريق يبقى قدامك حاجه وقدام غيرك حاجه تانية، برضو دي المفروض في ايدينا احنا، برضو دي في ايدينا احنا، برضو احنا اللي نقدر نخلص الماتشات بالمناسبه عشان ابقى واقعي يعني. لكن الحاجات اللي زي دي لا، غريبه غريبه السنه دي مع الاهلي، غريبه. السنين اللي فاتت كانت بتحصل اخطاء تحكيميه مع كل الانديه، مع كل الانديه عادي، لان الامكانيات ضعيفه، امكانيات الحكام عندنا اغلبيتهم 95% منهم امكانياتهم ضعيفه. اتمنى ان هم يطوروا من نفسهم. فكنا بنقول في مشاكل مش عارف ايه والفار، وعبال ما دخل الفار وعبال ما فهموا الفار لغايه دلوقتي تقريبا ما فهموش الفار، فلسه الاخطاء مستمره. بس المشكله بالنسبه لي الاخطاء مستمره مع الاهلي بس، بضربات جزاء صحيحه مليون في الميه بس مع الاهلي، مع الاهلي، لكن مع اي نادي تاني ما بتحصلش. فانا مستغرب الموضوع ده. فاحنا دايما يا جماعه بنتمنى التنافس الشريف، مش عايزين اكتر من كده، احنا مش عايزين حد يساعدنا خالص ولا تساعد غيرنا. خلي اللي يكسب بطوله يبقى من خلال جهده وعرقه في الملعب، من خلال شغله، مش عايزين اكتر من كده والله. في كل الاحوال، في كل الاحوال نتمنى ان الناس تاخد بالها بعد اذنكم، منظومه التحكيم في مصر، المسؤولين عن التحكيم في مصر يخلوا بالهم من الحاجات دي، الله يبارك لكم. لان كده مش عايزين يبقى فيه مشاكل، مش عايزين يبقى فيه قيل وقال وكلام كتير كده احنا مش في حاجه ليه بصراحه يعني. احنا عايزين عداله تحكيميه وتنافس شريف ليس الا ده. فيما يتعلق بمباراه امبارح، وفيما يتعلق ببعض الامور المستغربه من خلال بعض المباريات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنوا. طيب خلينا نتكلم على المباريات المتبقيه بالنسبه للاهلي والزمالك في بطوله الدوري، تمام؟ اربع مباريات لكل فريق، فخليني اقول لكم الماتشات المتبقيه. نبتدي بالاهلي،
مباراه طلائع الجيش يوم الثلاث. المباريات بالمناسبه كلها هتكون في نفس التوقيت بالنسبه للاهلي والزمالك، خلاص الفتره اللي جايه كل الماتشات في نفس التوقيت، وبالنسبه كمان لكل الفرق تقريبا، لان يعني في مباريات هتبقى في توقيت ومباريات الاهلي والزمالك في توقيت لوحده، ده بسبب يعني اللي بينافس على البقاء في بطوله الدوري واللي بينافس على قمه الدوري والبطوله نفسها. فالاهلي يوم الثلاث الجاي عنده طلائع الجيش ماتش صعب على استاد الجيش بالسويس، يعني هتسافر السويس. بقى النهارده الاهلي بالمناسبه اجازه ويستأنف تدريباته بكره، يخلص على يطلع على السويس عشان المعسكر بتاع الماتش باذن الله. هتخلص يوم الثلاث طلائع الجيش، بعد كده تروح فين بقى؟ تروح اسكندريه تلاعب المصري يوم الجمعه. ماتش صعب ولا سهل؟ طبعا صعب جدا جدا يعني. في اسكندريه ادي سفريه في الثانيه، في الثالثه اللي هي بعد اسكندريه هتروح على فين؟ على الجونه. هتلاعب الجونه في الجونه على استاد خالد بشار. تمام؟ ادي ثالث ماتش. رابع ماتش مع اسوان، ده على استاد الاهلي والسلام بقى تختم بيه بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله تكون بطله باذن الله. مفيش حاجه بعيد عن المولى عز وجل وكل شيء وارد في كره القدم. ده فيما يتعلق بمباريات الاهلي. طبعا اسوان ده ايه؟ بينافس على البقاء في بطوله الدوري، فهتبقى ايضا مباراه صعبه. فالاربع ماتشات للاهلي صعبين جدا. تعالى بقى نشوف ايه الاربع ماتشات بتوع الزمالك. الزمالك هيلعب يوم الثلاث برضو مع وادي دجله. انا بشوف من وجهه نظري انه ماتش سهل جدا. هتقول لي يا عم ازاي؟ ما دجله بتنافس على البقاء في بطوله الدوري، موقفها صعب، فمحتاجه تكسب. حلو قوي. محتاجه تكسب، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى هتهاجم. هتهاجم، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هيبقى خطوط مفتوحه، وده اللي بيحتاجه واللي بيتمناه اي فريق كبير في الدنيا. فانا بشوف ان المباراه دي هتكون سهله بالنسبه للزمالك. هتيجي على مباراه سيراميكا. سيراميكا الى حد ما موقفه خلاص حسم بخصوص البقاء في بطوله الدوري الى حد ما يعني. مباراه هتكون على استاد السويس الجديد. بعد كده الزمالك هيلعب الانتاج الحربي في استاد القاهره، هيكون موقفه اتحسم نهائي بخصوص البقاء من عدمه، هو اقرب للهبوط، فهتبقى مباراه ايضا سهله. المباراه الاخيره مع البنك الاهلي على استاد بترو سبورت ايضا هتكون مباراه سهله بكل تاكيد، لان هيكون الموقف ساعتها اتحسم ايضا بالنسبه للبنك الاهلي بخصوص سواء البقاء او الهبوط. فادي مباريات الفرقتين فيما تبقى من بطوله الدوري والمنافسه القويه على هذا اللقب. طيب خلينا بقى نتكلم على جانب ايجابي مميز جدا، وفيما يتعلق بلاعب النادي الاهلي علي معلول. علي معلول في الحقيقه عامل اداء مميز. خلي بالك رغم ان هو في الفتره دي مش في قمه مستواه، لكن في الحقيقه بيحسم اهداف ومبارياته من خلال تفوقه في ربها اليسرى. فانا عايز اتكلم على ارقام علي معلول لان هو يستحق كل الاشاده بصراحه. علي معلول مع النادي الاهلي السنه دي في بطوله الدوري عمل 11 اسيست، اكتر لاعب عمل عدد تمريرات حاسمة في بطولة الدوري زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة. بيجي بعديه عمرو الحلواني اللي عامل موسم ممتاز بصراحة، لعيب كبير قوي قوي مع أسوان، عامل 10 أسيست. وبعد كده لاعب النادي الأهلي المميز كمان اللي جاب جون حلو قوي امبارح، محمد مجدي قفشة، 8 أسيست. أرقام علي معلول مع الأهلي من ساعة ما جه، الراجل لعب إيه؟ 163 ماتش، أحرز 27 هدف، عدد كبير بالنسبة لمدافع. صنع 49 هدف، داخل في 50 جون في صنعهم في 163 ماتش. ألقابه مع النادي الأهلي إيه؟ 4 دوري، 2 كأس مصر، 2 سوبر مصري، دوري أبطال أفريقيا مرتين، سوبر أفريقيا مرة إن شاء الله التانية تكون اللي جاية قدام الرجاء، وبرونزية كأس العالم للأندية. فعلي معلول بصراحة حاجة يعني متميزة جدا جدا، ولاعب غاية في الأهمية وأرقامه بتتكلم عنه في الحقيقة يعني. أتمنى له يا رب الاستمرار دايما على هذا المستوى. طيب خليني أتكلم من ضمن الأخبار كمان اللي بتهم النادي الأهلي وجمهوره. النهاردة الأهلي استقبل نيلو فنجاد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر،
وزي ما حضرتكم كده شايفين اللقطات الحصريه دي. الراجل طبعا بما انه مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم كان حريص على زياره النادي الاهلي، وكان زار بعض الانديه خلال الفتره السابقه. اثناء زيارته لمقر قطاع الناشئين بفرع النادي مدينه نصر اشاد جدا فنجاده بكل الترتيبات الخاصه بكيفيه تاهيل ناشئ النادي الاهلي وناشئ للكره المصريه قبل اي شيء. وقال كمان من خلال مقابلته مع الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع، قال ان هو تابع اجزاء كبيره جدا من تدريبات فرق القطاع وابدى اعجابه بالمستويين الفني والبدني للاعبين، ودخل في حديث مطول مع خالد بيبو وبروكيتش حول اساليب التدريب وخطط اللعب، كلام فني يعني شويه. وتفقد فنجاده كمان منشات قطاع الناشئين سواء قاعة المحاضرات أو غرفة الساونا والجاكوزي وعيادة الناشئين والجيم وملاعب التدريبات، وأبدأ إعجابه الكبير والشديد بمنشآت قطاع الناشئين، وقال إنها لا تقل تطورا عما يراه في أكبر الأندية الأوروبية، كما أشاد بتواجد وحدة خاصة للقياسات البدنية، وده بيساهم بشكل كبير في تطوير مستوى اللاعبين خاصة على الجانب البدني. دي كانت يعني او ده كان ملخص لزياره فنجاده النهارده مدير فني الاتحاد المصري لكره القدم لمقر النادي الاهلي بمدينه نصر ولقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طيب خلينا نروح فاصل، بعد الفاصل نتكلم كمان في بعض الاخبار اللي على السوشيال ميديا اللي بتخص النادي ونعلق عليها، استنونا. ايه اللي اتقال على النادي الاهلي في السوشيال ميديا؟ نبتدي بالحساب الرسمي ليالو كوره على فيسبوك، واللي بيقولوا ان حسين شحات يعاني من اجهاد في العضله الاماميه بسبب ضغط المباريات وفرص لحاقه بمباراه طلائع الجيش قائمه. يعني اجهاد خفيف بالنسبه لحسين شحات، ان شاء الله يلحق مباراه طلائع الجيش، لان حسين مهم جدا جدا في الحقيقه، والفتره الاخيره مستواه مرتفع بشكل ملحوظ، فان شاء الله نتمنى له السلامه وان هو يكون موجود مع الفريق. طيب اليوم السابع وحسابه الرسمي على تويتر بيقولوا ان الاهلي يفقد جهود محمد شريف لنهايه الدوري بسبب اصابه العضله الخلفيه. النسبه الكبيره في الحقيقه يعني، لان انت عندك شد في العضله الخلفيه ايا كان درجته حتى لو خفيفه شويه، بس بيبقى فيه حرص شويه في الاصابات العضليه، وانت لسه لك 4 ماتشات في 10 ايام تقريبا، فيا دوبك يعني ما اعتقدش ان هو هيلحق اي ماتش في الدوري، لكن مهم قوي ان احنا نجهز محمد شريف لما بعد بطوله الدوري، سواء لو كمل كاس مصر البطوله استكملت مثلا، وكمان عندك التحدي الخاص بالسوبر الافريقي، ففي بعض المنافسات المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي يعني. خلينا كمان نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي بيقولوا سوليا غيب عن الاهلي امام طلائع الجيش بسبب الانذار الثالث. سوليا بصراحه احد ابرز نجوم النادي الاهلي، بيغيب بسبب حصوله على الانذار الثالث وتراكم البطاقات بخصوص مباراه الامس، فمش هيبقى موجود في مباراه طلائع الجيش، لكن عندنا اكتر من لاعب في نفس المركز سواء ديانج حمدي واكرم، فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. قفشه كمان بيلعب في المكان ده كويس. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا في اصابتين وايقاف 3 نجوم يغيبون عن تشكيل الاهلي امام طلائع الجيش لاسباب مختلفه. قصدهم مين على الثلاثه؟ على عمرو السوليه بسبب الايقاف، قصدهم على حسين الشحات بيقولوا النسب لحقه ضعيفه، بس في اعتقادي الشخصي ان الموضوع يعني هيتضح اكتر من خلال مران بكره والكشف على حسين الشحات، واستمرار غياب محمد شريف ده امر طبيعي جدا بسبب الاصابه في العضله الخلفيه. طيب دي او ده كان ترند الاهلي وابرز الاخبار وابرز كمان العناوين في السوشيال ميديا بخصوص النادي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل. يلا النهارده كان في اجتماع في الاتحاد المصري لكره القدم للجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول، كابتن حسام البدري ومعاونيه، ومن خلال هذا الاجتماع تم التطرق لعدد كبير من الامور، ابرزها طبعا اللاعبين المحترفين اللي تم اختيارهم عشان يتم استدعائهم لمعسكر المنتخب القادم اللي هيتخللوا ماتشين مهمين جدا في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله كاس العالم. اول مباراه مع انجولا ومباراة تانية مع الجابون، ماتشين مهمين وصعبين جدا جدا جدا، وبصراحة يعني
انا عندي ثقه في الكابتن حسام البدري، تمام؟ ادي رقم واحد. رقم اتنين، نفسي جدا جدا يكون في مرعاه للشعب المصري ده اللي بيبقى بيستنى اي حاجه حتى لو بسيطه عشان تفرحه. احنا عايزين نفرح، عايزين نوصل كاس عالم، مش عايزين نقعد 20 سنه تانيه او 30 سنه ولا 40 سنه عشان نوصل بطوله كاس عالم تانيه، خصوصا ان احنا عندنا الامكانيات بصراحه وعندنا لعيبه كويسين. ففي كل الاحوال الاجتماع كان مهم، وتم التطرق كمان بخصوص اللاعبين المحليين اللي هيتم اختيارهم في المعسكر القادم. فتم الاستقرار على 5 محترفين اللي هم مين بقى؟ محمد صلاح من ليفربول طبعا نجمنا الكبير، احمد حجازي طبعا احد اللاعبين المتميزين بيلعب في اتحاد جده السعودي، محمد النني نجم ارسنال الانجليزي، احمد حسن كوكا نجم اولمبياكوس اليوناني، وبالمناسبه في احتمال حتى الان ان احمد حسن كوكا يرحل عن نادي اولمبياكوس، ومصطفى محمد طبعا نجم جلاتا سراي التركي. خماسي مميز واللعيبه كلها كبيره، ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه للمنتخب في المرحله المقبله، وهيتم الاعلان عن المحليين لاحقا. وبالمناسبه المعسكر هيبتدي يوم 28 من الشهر الجاري باللعيبه المحليه، وبعد ما تبتدي الاجنده الدوليه هيتم طبعا تواجد المحترفين ويبقى المعسكر باللاعبين كلهم، وده اعتقد هيبقى بدايه من يوم 30 اغسطس باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الاول والكابتن حسام البدري وجهازه معاه، ونتمنى لهم كل التوفيق. خلينا بقى كمان نروح للترند العالمي وابرز الاخبار العالميه، لان ده امر بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، وخصوصا ان احنا بيبقى عندنا بعض اللاعبين المحترفين المميزين وابرزهم طبعا محمد صلاح. فنبتدي ب حساب البريمير ليج على تويتر، واللي بيقول ان صلاح اول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات افتتاحيه للدوري بعد تسجيله هدف في مباراه امس امام نوريتش سيتي. صلاح للموسم الخامس على التوالي من ساعه ما جه ليفربول كل مباراه افتتاحيه لليفربول في الدوري بيحرز هدف، فده رقم تاريخي ما حصلش قبل كده خالص خالص لاي لاعب من ساعه ما جه الدوري الانجليزي. ف يعني صلاح بيعمل رقم تاريخي جديد، امبارح احرز هدف وعمل 2 اسيست وعمل مباراه اكثر من رائعه. لكن احنا لسه موجودين مع محمد صلاح واخباره، وكلام اكيد كتير جدا عليه لان هو احد ابرز اللاعبين في الدوري الانجليزي. نروح لحساب في الجول على تويتر اللي بيقول ان اللاعبين او اللاعبون الاعلى تقييما في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت بحسب موقع هو سكورد، محمد صلاح بتقدير 9.21، برونو فرنانديز 9.7 جاب هاتريك برضو امبارح، وبول بوجبا اللي عمل 4 اسيست في مباراه واحده ب 8.99. فصلاح هو ابرز لاعب في الجوله الاولى في الدوري الانجليزي حتى الان. هنشوف طبعا مباريات النهارده، كان في ويستام وكسب 4، وفي مباراه بتتلعب في هذه اللحظات ما بين توتنهام ومانشستر سيتي اكيد مباراه ناريه. خلينا نروح لخبر اخر بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح، وده من خلال يلا كوره، وتصريح مهم جدا ليورجن كلوب المدير الفني ليفربول، وقال ان صلاح تدرب بصوره جيده والخط الامامي اظهر حده كبيره جدا خلال مباراه الامس، لكن صلاح هو صلاح وبمجرد ان تبدا المنافسات ينتقل الى المحركات التاليه، لانه فتى تنافسي للغايه، من الجيد ان يكون لديك في الفريق. يعني إشادة كبيرة جدا جدا من يورجن كلوب طبعا مدير الفني لليفربول بنجمه ونجم فريقه محمد صلاح. نتمنى له الاستمرار على هذا المنوال، وإن شاء الله يجيب هداف كمان الدوري السنة دي، وليه لا ما يجيبش بطولة الدوري للمرة الثانية في تاريخه مع ليفربول. طيب ده كان الترند العالمي، خلينا كمان نروح نشوف مشاركات حضراتكم ورأيكم في أداء النادي الأهلي امبارح من خلال الصفحات الرسمية لقناة الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر. فنبتدي بمحمد عبد الراضي والقيم اداء النادي الاهلي من خلال مباراته امام انبي امبارح، وقال اداء الاهلي اكثر من جيد وافضل من مباراه الاسماعيلي السابقه، لابد من استمرار الفوز في المواجهات القادمه وعدم النظر الى نتائج الاخرين، والدوري اهلاوي باذن الله. طبعا يا محمد كلام مميز جدا. شاكر محمد قال ايه؟ قال اداء تكتيكي رائع جدا وجمل فنيه رائعه جدا وتمركز لاعبين جميل جدا، ماشي اداء دفاعي وهجومي مثالي في بعض الاحيان في سوء في الفينش، لكن الحمد لله كسبنا وان شاء الله الدوري في الجزيره باذن الله تعالى. خلينا كمان ناخد تعليق اخر. رضوى سامي الجابري قالت اداء جماعي وارتياحيه اهم حاجه، الاستمرار، عارفين انهم تعبوا الموسم ده قوي بس احنا واثقين فيهم، كملوا واحنا في ظهركم الدوري يا ابطال العشر.
يعني دي كانت بعض التعليقات وبعض من اراء حضراتكم بخصوص اداء النادي الاهلي في مباراته الامس امام انبي. مبروك النادي الاهلي فوز بثلاث نقاط، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل وافضل بكثير. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج باذن الله. سلام.